السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو عن النسيان. سنعرف في درسنا ما هو النسيان، ونعرف ما الأسباب التي تؤدي إلى النسيان وأشياء أخرى. فهيا بنا نرى ماذا في درسنا اليوم. أولا، ما هو النسيان؟ النسيان هو فقدان دائم أو مؤقت، دائم أي إلى آخر العمر، أو مؤقت فترة زمنية معينة، ساعة، يوم، شهر، للقدرة على الاستدعاء أو التعرف على ما تم التعرض له من قبل من منبهات وخبرات. يعني هو فقدان دائم أو مؤقت للقدرة والاستطاعة على التعرف وتذكر ما تم التعرض له من أحداث ومثل هذه الأشياء. وهذا النسيان يكون دائم أو مؤقت. وهناك عوامل كثيرة للنسيان، أهمها هذه العوامل الأربعة: الترك والدموع، التداخل، التلف، الكبت. وسنتعرف على كل واحدة منهما بشيء من التفصيل. فهيا بنا. أولا، الترك والدموع هو مثلا كالذكريات والأحداث القادمة التي تضعف آثارها وتضمر، أي أشياء حدثت لنا في الماضي تضعف آثارها وتضمر وتختفي بالتدريج. لكن لماذا؟ السبب يعود لعدم استعمالها مثل مذكرة. إذا لم تراجع دروسك أولا بأول ستنساها بالتدريج وتضعف آثارها بسبب الترك والضمور. إذا السبب عدم استعمالها. ثاني عامل، التداخل، وهو قصر المدة اللازمة للتخزين. يعني أي لا تكون مدة طويلة اللازمة لتخزين المعلومات وتثبيتها. وينقسم إلى نوعين، الكف الراجع والنوع الآخر الكف اللاحق. مثلا إذا أخذت لأول مرة الكلمة الإنجليزية school، ثم بعدها بعدة ثواني أخذت الكلمة الفرنسية equal، ثم طلب منك بعد ذلك استدعاء الكلمة الأولى، فإنك ستخطئ وتقول هذا وهذا خطأ، حيث أنك أدخلت الكلمتين في بعضهما. والسبب هنا أنه الكلمة الثانية أثرت في الكلمة الأولى فجعلتك لا تتذكرها بشكل صحيح. وهذا النوع تم الكف الرجع. أما الكف اللاحق فلو طلب منك تذكر الكلمة الثانية سأنك ستقول هذه الكلمة، وهذا خطأ وليس مثل الكلمة الثانية، وذلك يسمى الكف اللاحق، حيث أن الكلمة الأولى أثرت على الكلمة الثانية بسبب قصر المدة اللازمة للتخزين فسبب التداخل. ثالث عامل، التلف، ويعني تلاشي المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى عن طريق التلف. وذلك قد يحدث بعدة أشياء، أهمهما مرور الزمن أي الكبر في السن، ومرور زمن طويل لم نستذكر فيه الأشياء. ثاني شيء، الحوادث، كأن تحدث لك حادثة فتصاب فتنسى بعض الأشياء. والإصابات، كما قلنا الإصابات قد تؤدي إلى النسيان، وتعاطي المخدرات حيث أنها تتلف الذاكرة وتعطلها. آخر نوع، الكبت. ما هو الكبت؟ الكبت هو نسيان مدفوع، أي أن العقل يدفع الشخص إلى نسيان شيء ما. مدفوع من ماذا؟ مدفوع من دوافع لا شعورية، أي أن هناك أشياء لا تشعر بها تدفع هذا الكبت لتنسى. طب لماذا هو نسيان مدفوع من دوافع لا شعورية؟ ما السبب الذي يجعل الكبت يحدث؟ السبب رغبة الشخص من عدم تذكر مواقف مؤلمة تعرض لها، كأن يكون الشخص قد توفي له شخص عزيز عليه، أو فقد شيئا مهما كان يحبه، ومثل هذه الأشياء. فهو الكبت يعني نسيان مدفوع من دوافع لا شعورية نتيجة رغبة الشخص من عدم تذكر مواقف مؤلمة تعرض لها. هذا هو ملخص درسنا اليوم. النسيان هو فقدان دائم أو مؤقت للقدرة على الاستدعاء أو التعرف على ما تم التعرض له من قبل من منبهات وخبرات. عوامله أربعة: الترك والدموع، التداخل، التلف، الكبت. عوامل النسيان: الترك والدموع، حيث تضعف أحداث قديمة نتيجة عدم استعمالها. واثنين، التداخل، قصر المدة اللازمة للتخزين وينقسم إلى الكف الراجع والكف اللاحق. الثالث، التلف، تتلاشى المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى لسبب مثل مرور الزمن.
أربعة الكبت، هو نسيان مدفوع من دوافع لا شعورية نتيجة رغبة الشخص من عدم تذكر مواقف مؤلمة تعرض لها. هذه هي التمارين من دوافع النسيان، أخذنا في درسنا أنه من دوافعه أربع أشياء، هنا يوجد اثنان فنقول مثلا الكبت والتداخل. تتلاشى معلومات بالتلف كما يحدث عند، أخذنا أربع أشياء أيضا فنختار هنا اثنين كما يحدث عند الحوادث وتعاطي المخدرات. الأحداث القادمة تتلاشى من الذاكرة بسبب ماذا؟ بسبب عدم استعمالها. عندما لا نستعمل شيء من الذاكرة يتلاشى ويختفي منها. أربعة هو فقدان القدرة على استدعاء ما تم التعرض له من قبل من خبرات، بالتأكيد النسيان. إذن النسيان هو فقدان القدرة على استدعاء ما تم التعرض له من قبل من خبرات. حاول بنفسك وأجب على هذه الأسئلة، عرف النسيان واذكر أهم عوامله، ما السبب في أن الكبت مدفوع من دوافع لا شعورية؟ اذكر أمثلة على النسيان بسبب التلف. ومعنا فهم نتعلم ببساطة. أتمنى أن أكون أفدتكم اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.